بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنشرح في هذا الفيديو درس علم الوراثة، وهو من دروس الصف الحادي عشر في مبحث الأحياء. سنبدأ على بركة الله. في الجزئية الأولى سندرس الوراثة المنديلية وغير المنديلية. طبعا في البداية، علم الوراثة هو علم يدرس أسباب التشابه والاختلاف بين الأبناء والآباء، وهذا العلم يسعى إلى إيضاح القوانين التي تعمل على آلية وانتقال الصفات الوراثية من جيل إلى آخر. طبعا هذه الصفات الوراثية تنقل عن طريق الحمض النووي الDNA، حيث هو الذي يقوم بنقل وحفظ المعلومات والشفرات الوراثية. ويقوم الحمض النووي الـ RNA بتحويل هذه المعلومات التي يحملها الـ DNA إلى بروتينات. فالحمض النووي الـ DNA هو الخاص بعملية حفظها ونقلها، بينما الحمض النووي الذي يقوم بنقلها من جيل إلى آخر هو عبارة عن الـ RNA. طبعا هنا سنبدأ في عدة مفاهيم أساسية. في البداية، مؤسس علم الوراثة هو العالم مندل، والعالم مندل هو الذي وضع حجر الأساس لعلم الوراثة. لماذا؟ لأنه هذا العالم على مر عدة أجيال استطاع أن يتوصل إلى نتائج، هذه النتائج كانت مهمة بشكل أساسي في وضع القوانين الأولى في علم الوراثة. وكان هذا العالم، وهو كان راهب في الكنائس في ألمانيا، بعملية زراعة نبات البازيلا، حيث قام بزرع ما يقارب 25,000 نبات بازيلا في حديقة الدير الذي كان يعيش به، وكان يبحث في آلية انتقال الصفات الوراثية من جيل إلى آخر، واستطاع توضيح هذه النتائج. لكن أهملت هذه النتائج، لكن عندما وفاته أو بعد وفاته استطاع العلماء اكتشاف أهمية هذه النتائج في 1900. طبعا لو أتاك سؤال، علل لماذا اختار، علل اختار أو اختيار مندل كان موفق في اختيار نبات الباذلاء. طبعا نبات الباذلاء من النباتات التي لها عدة مميزات، هذه المميزات هي التي جعلت نبات الباذلاء نبات مناسب وموفق في اختياره. في البداية هو نبات سهل الزراعة، وجني المحصول، وعملية الحصول على البذور، ويوجد به صفات متضادة بمعنى صفات مختلفة. فمثلا تجد أن بعض نباتات البازلاء الزهور تاعتها تكون أرجوانية، بعض البازلاء زهورها بيضاء، بعض البازلاء تكون الأزهار أرجوانية أو بيضاء، بعض الأنواع البذور صفراء وخضراء، بعض الأنواع تكون محورية في الأزهار، في بعض الأزهار تكون طرفية، النباتات طويلة، ساق طويل، ساق قصير، بذور خشنة، بذور ملساء. فيوجد الكثير من الصفات الوراثية. قصر دورة الحياة، يعني نبات البزلاء قصر دورة الحياة، يعني انت عملية الزراعة لا تستغرق أكثر من شهر وجني المحصول، تكون قد زرعت هذا النبات وجنيت المحصول وخلافه. قصر دورة الحياة، سهول جني المحصول، وبالتالي يكون عملية، لا يوجد أي نوع من أنواع التعب في عملية زراعته أو جنيه. وأهم شيء أن الزهرة الخاصة بنبات البازلاء
هي زهرة خنثى. ما هي الزهرة الخنثى؟ الزهرة الخنثى هي الزهرة التي تحتوي على أعضاء التذكير والتأنيث. يعني الزهرة الخنثى، ما هي الزهرة الخنثى؟ هي زهرة خاصة توجد بها أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث الخاصة بالنبات، وهي عبارة عن المتك بالنسبة للأعضاء الذكرية والمبيض للأعضاء التناسلية. طبعا مندل قام بتجاربه، ففي البداية قام بزرع نبات البازلاء وكانت أرجوانية وبيضاء. ونحن تحدثنا أن نبات البازلاء له صفات متضادة، فدرس مثلا في عملية دراسة نبات بازلاء تكون خاصة بصفة واحدة، وهو هنا يدرس صفة انتقال لون الأزهار من أرجوانية وبيضاء. فمن أجل الحصول على صفات نقية بدأ بزراعة وتلقيح النباتات ذاتيا. نحن تحدثنا أن نبات البازلاء هو عبارة عن زهرة خنثى، فخنثى توجد أعضاء تذكير وأعضاء تأنيث، وأعضاء التأنيث هنا تستطيع هذه النبات الحصول على عملية تلقيح ذاتية، بمعنى أن هذه أو الهدف من عملية التلقيح الذاتي هي مجرد الحصول على سلالة نقية. وهنا لضمان هذه العملية غطى الأزهار بأكياس من الحليب. فسر ذلك، لماذا قام مندل بتغطية الأزهار فيه؟ طبعا هنا نتحدث حتى لا تحصل على حبوب لقاح من الخارج، حتى لا تحصل على حبوب. طبعا سامحونا أن نكتب بالماوس، حبوب لقاح من الخارج. طبعا حبوب اللقاح الخارجية تعمل على انتقال الصفات، لكن لأن الزهرة خنثى تستطيع أن تلقح ذاتيا، وبالتالي يكون هنا التلقيح ذاتي. ومعنى أن التلقيح ذاتي فهو هدف أساسي لهم، لماذا؟ للحصول على صفات نقية، فهو يعرف الصفات ما هي أصلها حتى يستطيع الحصول على صفات نقية. هذه الصفات النقية سنبدأ بعد ذلك بآلية دراسة لعملية انتقالها. فهو كان الخطوة الأولى أنه يريد أن يحصل على صفات نقية. كيف استطاع الحصول على صفات نقية؟ عن طريق التلقيح الذاتي لنباتات البازلاء، وقام بأكياس حرير. طبعا أكياس الحرير بالذات لا تؤثر على الزهرة، فبالتالي لا تعمل على إتلافها. طبعا جمع البذور وبدأ بعد ذلك بزراعتها، وقام بإجراء تلقيح خلطي. وهنا الهدف من التلقيح الخلطي انتقال وعملية، طبعا قام بعكس هذه العملية، بمعنى كيف استطاع ان ينقل او يعمل التلقيح الخلطي؟ عن طريق انه قام بقص من الآباء مثلا في الزهرة الأرجوانية، قص الأسدية، وهنا نقل حبوب اللقاح من إلى الكربلة. بعد ذلك قام بعملية زراعتها طبعا بعد الإخصاب، ومن ثم حصول على النباتات. في البداية الجيل الأول أو ما قام بزرعه سماها به الآباء، بينما الجيل الثاني أو الجيل الأول في عملية الحصول من زراعة أول بذور هي الجيل الأبناء. فهنا دائما عندما عكس هذه العملية في زراعة الأزدية أو آسف الزهراء البيضاء والخضراء، مع أن التلقيح كان خطي بين نوعين مختلفين أو من البازلاء، إلا أن جميع النباتات التي حصل بها عليها كانت نباتات
برجوان. طبعا هنا نريد بس الهدف من عملية دراسة الصفات أو عملية عن طريق التلقيح الخلقي، اللي هو دراسة انتقال الصفات من جيل لآخر، وهذا الهدف الأساسي برضو في عملية عكس انتقال الصفات الوراثية، لأنه يريد أن يثبت قوانين انتقال الصفات الوراثية وعملية انتقالها من جيل إلى آخر. طبعا هنا عندما قام طبعا بنقل حب اللقاح من المتك، لأن المتك هو العضو التذكير، إلى المياسم هو عضو التأنيث في الزهرة، وهذه النباتات التي زرعها سماها الآباء. وكيف ثم ذا زرع نبات البذور الناتجة، ونسجت عنده جميع البذور كانت أرجوانية، بمعنى أن صفة الزهور البيضاء اختفت، وسمى هذا الجيل بالأف واحد، وهو عبارة عن الجيل الأول. ومن ثم حتى يعرف ماذا حصل لصفة اللون الأبيض الذي اختفى، قام بزرع بذور النباتات التي حصل عليها في الجيل الأول. بمعنى هنا كان عندي صفات أرجوان، نباتات أرجوانية وبيضاء سماها الآباء، وكان عملية دقيقة أكبر لكم هذا الأمر حتى تكون الأمور واضحة لديكم. في البداية قام بتلقيح خلطي بين نباتات أرجوانية ونباتات بيضاء، نتجت في الجيل الأول هي صفات نباتات الأزهار الأرجوانية فقط، فاختفت الصفة البيضاء. من ثم لمعرفة، طبعا سمى هذا الكلام الجيل الأول، لمعرفة ماذا حدث قام بزراعة النباتات الناتجة مرة أخرى، فنتج عندي نباتات زهراء الزهرة تاعتها بيضاء ونباتات الزهرة أرجوانية، لكن كانت نسبة البيضاء هي الربع، بمعنى النسبة من 1 إلى 3، النسبة 1 إلى 3. وهنا استطاع أن يثبت أن النباتات حسب قانون الأول عند زراعتها وهي الصفات النقية، فإنها ستختفي صفة وتظهر صفة في الجيل الأول. الصفة التي تختفي سماها الصفة المتنحية، بينما الصفة التي تظهر سماها الصفة السائدة. وعند عملية التلقيح صفة سائدة وصفة متنحية في الجيل الثاني، استطاع الحصول على نسبة 1 إلى 3، فنسبة 1 تكون الصفة المتنحية و3 للصفة السائدة. طبعا مندل استطاع أن يقوم بعدة صفات، طبعا تحدثنا هنا أن نبات البازل له صفات متضادة، وهو من أحد أسباب اختياره لنبات البازلاء مثل لون القرون، طول الساق، لون البذور، ملمس البذور، وكل مرة كان يحصل على نتائج مماثلة بالنسبة للجيل الأول والثاني. ومن هنا فسمى الصفة التي تظهر، حيث تظهر في كل مرة صفة لأحد الأبوين، فسماها بالصفة السائدة، وهي عبارة في تعريفها الصفة التي يكون لها القدرة على إخفاء أثر الصفات المضادة لها عند التقاؤهما معا، بينما سمى الصفة التي اختفت بالصفة المتنحية، وهي عبارة عن الصفات التي تختفي أثرها عند التقائها مع الصفات السائدة. وتم هذا النمط بالسيادة التامة. لماذا؟ بمعنى أن صفة تسود سيادة تامة على الصفة الأخرى. طبعا لماذا قام مندل بقص الأزياء لعملية نقل حبوب لضمان من أجل عملية لماذا قام مندل بقص الأزياء للتأكد من حدوث التلقيح الخلطي،
ولا حتى لا يحدث تلقيح ذاتي، لأننا تحدثنا أن نبات البازلاء هو نبات خنثى أو ظهر خنثى فيها أعضاء التذكير والتأنيث. ما المقصود بالتلقيح الذاتي؟ هو تلقيح يتم عبر انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة لميسم نفس الزهرة، والهدف منه الحصول على صفات نقية، بينما التلقيح الخلطي هو عبارة عن انتقال حبوب. التلقيح الخلطي في نوعه هو نفس التعريف للتلقيح الذاتي، فقط تقوم بتغيير لقصة الميسم لميسم زهرة أخرى، بمعنى هو نفس التعريف. يعني هنا التلقيح الذاتي هو انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة لميسم نفس الزهرة، والهدف منه الحصول على الصفات النقية، بينما التلقيح الخلطي هو تلقيح يتم عبر انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة لميسم زهرة أخرى. طبعا يوجد صفات وراثية سبعة متضادة، هذه الصفات إما أن يكون الساق طويل قصير، قرون أملس قرون مجعدة، أخضر أصفر، محورية طرفية بالنسبة للأزهار، أزهار بيضاء، أزهار جوانية صفراء، مستديرة خضراء أو مجعدة. كل هذه صفات خاصة بالصفات المتضادة لدرس مندل. طبعا فسر خصائص نبات البازلاء الموضحة في أجزاء زهرة التي ساهمت في توصل ظهرت أن هنا أن الزهرة هي عبارة عن زهرة خنثى. الزهرة زهرة خنثى. وما هي الزهرة الخنثى؟ الزهرة الخنثى أنها تحتوي على أعضاء التذكير والتأنيث، تحتوي على أعضاء التذكير والتأنيث. وأعضاء التذكير هي عبارة عن السداة، والسداة هي المتك، أعضاء التذكير والتأنيث هي أعضاء في الكربلة، بمعنى هنا المتك والخيط هو أعضاء تذكير، بينما الكربلاء وهي الميسم والقلم والمبيض هي عبارة عن أعضاء التأنيث. طبعا البتلات هي فقط من أجل حماية الأعضاء التناسبية ولجذب الحشرات وتكون ملونة. السدا وهي من أجل احتواء الزهرة بشكل أساسي. طبعا هنا مندل استطاع تفسير هذه ووضع عدة فرضيات، وقال أن هناك عوامل وراثية. هذه العوامل الوراثية عوامل داخلية، سماها هو مندل عوامل وراثية، لكن نحن نعرفها بالجينات. والجينات هي صفات تسلسل خاص من الدي ان ايه، يحمل يكون في الكروموسوم يحمل صفة معينة. وهنا أن الصفات كل صفة تحدد بعاملين، والعاملين هذولا تكون على الكروموسوم، الزوج من الكروموسومات المتناظرة. طبعا قام برمز الصفة الزائدة بالحرف الكابيتال، بينما الصفة المتنحية بالحرف السمول، بمعنى في الأرجوانية نضع بي كابيتال بي كابيتال بالنسبة للآباء. إذا حرف البي صفة أرجوانية سائدة. مثلا لو أنا أخذنا صفة أخرى، فأي صفة السائدة هنا، يعني مثلا حتى نعرف مثلا في الصفات التي تحدث عنها مندل، مندل هنا هذه الصفات سائدة وهي الصفة الطويلة، مثلا في لو أردنا تي كابيتال تي سمول، القرون الملساء، فكل هذه الصفات التي تكون فوق هي صفات سائدة تظهر في الجيل الأول، بينما الصفات المتنحية تختفي في الجيل الثاني عندما تكون هذا تختفي في الجيل الأول وتظهر في الجيل الثاني. طبعا بينما للصفات المتنحية بي سمول بي سمول، طبعا هنا عند وضع بي كابيتال مع بي سمول يظهر عندي في الجيل الأول صفات دائما هي صفات أرجوانية بي كابيتال وبي سمول. طبعا هذه الصفات تكون نصفها الجينات تاعتها تكون سائدة والنصف متنحية، فبالتالي هنا تكون زهرة أرجوانية لكن غير نقية، لأنها ليست بي كابيتال بي كابيتال، هي بي كابيتال بي سمول.
هذه الصفات الغير نقية عند عملية التزاوج بي كابيتال مع بي سمول تظهر بنسبة 1 إلى 3، بمعنى عندما تقوم بالتوزيع الجينات من جيل لآخر فإن هنا ستجتمع بي سمول بي سمول مرة واحدة، بينما ستجتمع بي كابيتال مع بي كابيتال مرة وبي كابيتال مع بي سمول مرتين، فيصبح الجيل السائد 3 إلى 1. ومن ثم الصفات الغير نقية، مثلا هنا بي كابيتال، بي كابيتال هي عبارة عن صفة سائدة بمعنى أن صفات نقية. لماذا؟ لأن الجينات هي نفسها والصفة نفسها، لكن بي كابيتال بي سمول تأخذ نفس الطراز الشكلي، بمعنى بي كابيتال بي كابيتال أرجواني وبي كابيتال بي سمول أرجواني، لكن بي كابيتال بي كابيتال هو نقي بينما بي كابيتال بي سمول هو غير نقي، لأن الصفة الأرجوانية والتي تمثل الصفة السائدة بالحرف الكابيتال كانت سادت على الصفة المتنحية التي تمثل ببيس سمول. فهنا الطراز الشكلي لا يعني أن أو لا يعكس الطراز الجيني بسبب ظاهرة السيادة والتنحي، بينما لا تظهر بها الصفة المتنحية إلا عند التقاء حرفين سمول بي سمول بي سمول بمعنى الجينات المتنحية. ومن هنا يظهر تعريف لك الطراز الجيني والطراز الشكلي. فالطراز الجيني هو الجينات الوراثية للكائن الحي التي تحمل كروموسومات وتحدد الصفات الوراثية ويعبر عنها بالرموز، بينما الصفات الشكلية التي تظهر على الكائن الحي هي عبارة عن الطراز الشكلي. ومن ذلك قادته إلى القانون الأول، وهو قانون انعزال الصفات، الذي ينص أن زوج العوامل الوراثية المتطابقة أو متقابل للصفة الوراثية ينفصل عشوائيا عند تكوين الغاميطات أثناء عملية الانقسام المنصف. وسنتعرف على قانون مندل الثاني فيما بعد. لكن قد يتشابه الطراز الشكلي ما، لكن ليس بالضرورة أن يكون له الطراز نفس الطراز الجيني. يوضح ذلك بمثال، مثلا بي كابيتال، بي كابيتال تكون أرجواني وهي عبارة عن صفات نقية، بينما بي كابيتال وبي سمول هي برضو أيضا سيكون الطراز الشكلي له أرجواني لكن صفات غير نقية. طبعا هذا العالم لتسهيل عملية الوراثة قام عالم اسمه عالم بانيت بعملية تضمين طريقة من أجل عملية الانتقال، وهذه الطريقة وضع الآباء في صف والأبناء الطرف الآخر، بمعنى غميطات أحد الآباء في الصف العمودي وغميطات أحد الأبناء في أو الآباء الثاني الطرف الآخر في الصف الأفقي، بمعنى هنا آباء تي كابيتال تي كابيتال وهي صفة نقية سائدة، هنا تي سمول تي سمول صفة نقية متنحية لنبات قصر من حيث صفة قصر الساق ومن حيث صفة الساق، طبعا نقي لأن الاثنان الجينات متماثلة كابيتال. فهنا عند وضع الآباء في صف والأبناء في صف، هنا سيحدث التزاوج تي كابيتال مع تي سمول، بمعنى هنا تي كابيتال مع تي سمول الالتقاء، هنا تي كابيتال مع تي سمول، هنا تي كابيتال مع تي سمول، فجميع الصفات هي عبارة آسف مع تي سمول جميع الصفات هي عبارة عن سيكون طويل في الجيل الأول طويل الساق، لأن صفقة الطول هي صفة سائدة لكن غير نقي، غير نقي. لماذا؟ لأنه سيكون التقاء مع جين سائد وجين متنح. طبعا هنا نقوم بالوصول، سنقوم في فيديو لاحق إن شاء الله بدراسة الصفات وراثة الصفات المندلية في الحيوانات والنباتات. نرجو أن يكون هذا الفيديو السريع قد نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.